تدريب على إيجاد الجرافيتيشنال فورس بين تو أوبجيكتس. The mass of the sun is 2 times 10 to the power 30 kilograms and the mass of mercury المريخ is 3.3 times 10 to the power 23 kilograms. The distance from the sun to mercury is 4.8 times 10 to the power 10 meters. في البارت A calculate the magnitude of the gravitational force exerted by the sun on mercury. في البارت A عايز الفورس السن on mercury، وطالما ماجنيتيود ما يهمناش الاتجاه، هتساوي اليونيفرسال كونستانت في الماس اوف سن الماس اوف ميركوري تقسيم الار اللي بينهم من السن للميركوري سكوير. الجي 6.67 times 10 to the power negative 11 عندنا 2 masses السن 10 times 10 to the power 30 والميركوري 3.3 times 10 to the power 23 المسافة بينهم 4.8 times 10 to the power 10 طبعا نربع يساوي بالآلة 1.91 times 10 to the power 22 الوحدة نيوتنز. في البارت بي بيقول calculate the magnitude of the gravitational force exerted by mercury on the sun العكس، وبرضو طالب الماجنتيود، احنا عارفين ان نفس القوة بالظبط مفيش فرق، الفورس المرة دي mercury on sun هتساوي الكي نفس الشيء الماس السن ماس الميركوري تقسيم الار سن ميركوري سكوير، طبعا هيطلع نفس القيم طبعا فنفس الجواب نيوتنز. gravitational force between two objects كماجنتيوت نفسها ولكن اتجاهات عكس بعض فقط، يعني لو ما سألني على الماجنتيوت دي او دي طبعا نفس القيمة دايما، لو مديني فيكتور يونت فيكتور من واحد للثاني ممكن بقى نحسب اليونت فيكتور زي ما هنشوف في مسائل قادمة.